بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61. هذا سؤال من المستمع نون عين تاء من العراق القاطع الأوسط، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة، فغضبت جدا وقلت لها طالقة على جميع المذاهب، وهي أيضا حرمتني على نفسها وقالت بأنك كأخي بعد اليوم، ولم يطل بيننا الخصام، فقد رأي مخالف بعد أن حدث ما حدث مني من طلاق ومنها من تحريم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، كلاكما مخطئ في هذا التصرف، لأن الواجب على المؤمن إذا مسه شيء من الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يملك لسانه من النطق الفاحش والكلام السيء، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فالواجب علاجه بالاستعاذة بالله من شر الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا هو الواجب على المسلم عندما يصيبه شيء من الغضب. أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفظت بالطلاق وهي تلفظت بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها، فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملا 3 طلقات فإن الرجعة صحيحة. أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقا سبق قبله إلى 3 تطليقات فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلاقات دون 3 ولكنها قد خرجت من العدة، فإنك أيضا لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد. وإذا كانت تكاملت 3 ليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة، ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها. أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين، فعليها كفارة يمين بأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته. فإذا لم تجد واحدا من هذه الأمور 3 فإنها تصوم 3 أيام. والذي أنصح لكما به هو أن تتجنب مثل هذه الألفاظ، وأن لا يحملكم الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع علي ضياء الحق عبد الكريم من جمهورية بنين الشعبية، يقول: من العادات المعروفة والمشهورة عندنا تلقين الميت بعد وضعه في قبره وبعد أن يوارى عليه التراب، ونرى أن معظم العلماء على هذا، وبعضهم لا يلقي له بالا، أعني علماء بلدنا، ويستشهدون على ذلك بأنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنت خير الخلق، وبعد وفاتك من يلقننا؟ فقال لهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. والسؤال: ما مدى صحة هذا الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان التلقين مشروعا فما هي صيغته وكيفيته؟ ونرجو أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك، وجزاكم الله خيرا. التلقين المشروع هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لتكون
هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا حتى يلقى الله تعالى بها ويختم له بها، فيلقى عليه وهو في الاحتضار، تلقى عليه هذه الكلمة برفق ولين، وإذا تلفظ بها فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر، فإن تكلم بعدها بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولين ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه. هذا هو التلقين المشروع. أما بعد خروج الروح وانتهاء الأجل فإن الميت لا يلقن، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من العلماء، وليس لهم فيما نعلم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به بعض العلماء عن اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويترك منه ما لم يكن عليه دليل. أما بالنسبة لما سألت عنه من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، هذا لم أعثر له على أصل أيضا. الظاهر أنه لا أصل له، وكيف يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو صغير، مات وهو صغير ولم تجب عليه التكاليف الشرعية، هذا مما يدل على أن هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الواجب على المسلم الرجوع إلى الحق وإن خالفه من خالفه من الناس، وترك ما لم يقم عليه دليل وإن فعله ما فعله من الناس، لأننا مكلفون باتباع الدليل واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن نأخذ ما وجدنا الناس عليه من غير ما تمحيص وعرض على الكتاب والسنة. هذا هو الذي أنصحك به وأنصح به إخواني المسلمين، التلقين بعد الدفن لا أصل له في السنة، وإنما التلقين المشروع هو عند الاحتضار، لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله المحتضر، لأنه ما زال على قيد الحياة ويستطيع النطق بهذه الكلمة، وهو لا يزال في دار العمل ودار الدنيا لأنها هي دار العمل. أما بعد الموت فقد انتهى وقت العمل وختم العمل وانتقل إلى دار أخرى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بعد دفن الميت في قبره أليس من المشروع أو من المطلوب الدعاء له وسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول في بعض الأحاديث؟ نعم، الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له. نعم. ويقول لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له وأن يسألوا الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين في القبر، فيقولون اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك. لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به، دعاء الحي للميت هذا هو المشروع. نعم. لا العكس الذي يفعله الجهال والقبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يشفع لهم، فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله، وهذا من المحادة لله ولرسوله. إنما المشروع هو العكس، أن الحي هو الذي يدعو للميت. نعم. ويستغفر له. الله جل وعلا يقول للنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما ما يفعل مع الجنائز من هذه البدع المحدثة من الأمور التي اعتادها الناس وهي ليس لها أصل في شريعة الإسلام، فالواجب الحذر منها والمنع منها والتحذير منها. نعم. جزاكم الله.